السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة خاص لطلبة الصف الخامس الابتدائي جريد 5. ان شاء الله النهاردة يا ولاد معانا فيديو مهم جدا جدا جدا، هنتكلم فيه عن موضوع مهم وهو موضوع كتابة الباراجراف، وهنتكلم النهاردة بالتحديد عن باراجراف بعنوان My Favorite Sport، رياضتي المفضلة. هنتعلم ازاي نكتب جمل سهلة جدا جدا يبقى في بينها ترابط في الافكار. بس في البداية في شوية ستيبس كده او خطوات لازم اقولك عليها علشان تبقى عارفها وانت بتكتب اي باراجرافي قبلك. اول حاجة يا ولاد لازم تسيبوا مسافة صغيرة قبل الجملة الاولى فقط في الباراجراف. بعد ما جملتك تخلص لازم تحط فول ستوب او نقطة. الجملة بتاعتك لازم تبدأ بكابيتال لتر، حرف كبير. فعل I لازم يبقى كابيتال دايما، سواء جه في أول الجملة أو نص الجملة أو حتى آخر الجملة. وحاجات تانية كتيرة إن شاء الله هنتعلمها مع بعض وإحنا بنكتب إلا باراجراف. زي ما قلتلكم النهاردة هناخد باراجراف بعنوان My Favorite Sport، رياضتي المفضلة. تعلمه بطريقة سهلة جدا جدا جدا، أوعدك لو جالك إن شاء الله في الامتحان تضمن فيه الدرجة النهائية إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على رياضتي المفضلة. طبعا أنتوا عارفين إن في رياضات كتير، الهاندبول والباسكتبول والفوتبول والتايكواندو والسكواش، في رياضات كتير، بس فين بقى الرياضة المحببة والمفضلة ليا؟ دي اللي أنا هتكلم عليها النهاردة. بدأت الباراجراف بتاعي وقلت إيه؟ There are a lot of sports in Egypt. يوجد العديد من الرياضات في مصر. دي جملة أنا بدأت بيها الباراجراف بتاعي. قبل ما أتكلم على رياضتي المفضلة بعرفك الأول إن في رياضات كتير في مصر، فقلت there are. there are يا ولاد معناها يوجد، بس there are ليها شرط. إيه الشرط بتاعها؟ إن بيجي وراها plural noun أو اسم جمع. إيه هو الاسم الجمع؟ هنعرفه حالا دلوقتي. there are، يوجد، a lot of، a lot of، كثير من، a lot of، كثير من أو عديد من sports، الرياضات، sports، الرياضات، in Egypt، في مصر، in Egypt، في مصر. خلي بالكم يا ولاد ان حرف الجر in بنحطه قبل اسماء الدول، عشان كده قلت in Egypt. خلي بالكم برضو يا ولاد ان Egypt لازم تبدأ بكابيتال لتر لان دي دولة، والدول لازم تبدأ بكابيتال لتر. يبقى اول جملة معايا يا ولاد ايه؟ there are، يوجد، a lot of sports، كثير من الرياضات أو عديد من الرياضات، in Egypt، في مصر. but، لكن أول ما أقولك but دي تعرف على طول إن الجملة اللي هقولها دلوقتي بتتناقض مع الجملة الأولانية، أو مش بتكمل المعنى بتاع الجملة الأولانية، لأ في تناقض كده. فرحت قايلة إيه؟ but، لكن my favorite sport، رياضتي المفضلة، is football، هي كرة القدم. but، لكن my favorite sport، رياضتي المفضلة. خلي بالكم يا ولاد لما أقول رياضتي المفضلة أبدأ بكلمة المفضلة اللي هي favorite لأنها صفة. my favorite sport، رياضتي المفضلة، is، اوعوا تنسوا ال is اللي هو ال verb to be ومعناها تكون. رياضتي المفضلة is تكون ايه؟ football، كرة القدم. طب teacher انا مش عايزة اقول football، ينفع اقول squash؟ ينفع. ينفع اقول tennis؟ ينفع، براحتك، حط اللعبة اللي على مزاجك. طيب بعد كده خلصت الجملة بتاعتي، حطيت full stop وهبدأ في الجملة التانية. فقلت ايه؟ I am good at it. طبعا I am good at دي خدناها في درس الجرامر اللي موجودة عندنا في الوحدة. good at معناها ايه؟ جيد فيه. good at، جيد فيه. فعايز اقول انا جيدة في اللعبة دي، فقلت I am او I am، الاتنين طبعا واحد. good at it. it هنا يا ولاد اسمها ضمير مفعول، بقصد بيها مين؟ it دي بتعود على مين؟ بتعود على رياضة كرة القدم. بدل ما اقول I am good at football فقلت I am good at it. طب لو قلت يا teacher I am good at football غلط؟ لا طبعا، اللي غلطها صح، لكن انا هنا استخدمت ايه؟ it، فقلت I am good at it. I am good at it يعني انا جيدة فيها، يعني جيدة في رياضة كرة القدم. بعد كده قلت ايه؟ I like watching football matches on TV. انا بحب اتفرج على مباريات كرة القدم في التلفزيون. واحدة واحدة يا ولاد، قلتها ازاي الجملة دي؟ I like، انا احب،
I like أنا أحب، مشاهدة watching. خلي بالكم يا ولاد إن like بيجي وراها verb متضاف له ing، ما ينفعش أقول I like watch، غلط. I like watching أنا أحب مشاهدة، I like watching أنا أحب مشاهدة. بتشاهدي إيه؟ مباريات كرة القدم، football matches، مباريات كرة القدم، football matches، football matches، football matches. فين يا ترى بشوفها؟ on TV، on TV، في التلفزيون. I like watching football matches on TV، I like watching football matches on TV. بعد كده قلت I play it with my friends at the club. وضحت في الجملة دي أنا بلعب اللعبة دي مع مين وفين، فقلت I play it. it هنا برضو ضمير مفعول، بقصد بها مين؟ الفوتبول، كرة القدم. طب ينفع يا تيتشر أقول I play football؟ عادي جدا. I play football أنا بلعب كرة القدم with my friends مع أصدقائي، with my friends مع أصدقائي. فين يا ترى؟ at the club، في النادي، at the club، في النادي. بعد كده اقتبست جملة من الجمل اللي موجودة عندنا في الوحدة اللي بتقولي kicking a ball، ركل الكرة. كيك يا ولاد معناها يركل، طب kicking ركل أو شوط، a ball الكرة، on a pitch في الملعب، is my favorite thing هو الشيء المفضل لي، my favorite thing الشيء المفضل لي، my favorite thing الشيء المفضل لي. kicking a ball ركل الكرة، on a pitch في الملعب، is my favorite thing هو الشيء المفضل لي، يعني الحاجة المفضلة ليا ان انا اعملها ان انا اشوط الكرة في الملعب. يبقى كده يا ولاد الباراجراف ده بدأت الاول ان في رياضات كتيرة في مصر، لكن الرياضة القريبة مني المحببة ليا هي كرة القدم. وضحت اللي انا جيد فيها، وضحت ان انا بحب اتفرج على مباريات كرة القدم في التلفزيون، وضحت انا بلعب مع مين وفين، وافضل حاجة ليا في حياتي ان انا اشوط الكرة. kicking a ball on a pitch is my favorite thing. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، فيديو قصير لكن ان شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم. شوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.